رجعت لكم بعد الفاصل. لفائف اللحمه او محشي اللحمه اللي عندنا البتلو، احنا بنحب لقب المحشي بصفه عامه. حطيت له كوبايه البرتقال وسايباه، بصوا على نار هاديه ازاي، يعني سلكوه كده بالراحه. بدا يعمل صوص تخين عشان هو فيه متعفر بالدقيق. بصوا بقى جميل ازاي ريحته، مش قادره اوصف لكم جمالها، حلوه جدا. احنا كده مش ناقصنا غير اننا نتبله. هنحط له ايه؟ ملح، ممكن نحركه بشويه ميه بس لحد ما التوابل ايه تندمج معاه. رشه كمان اللحمه اللي بتلو، املاحها بتبقى قليله عن بقيه اللحمه الثانيه. ونص معلقه بهار وحبهان على لورا، هنحط نعزز الطعم تاني برشة صغيرة. وبردقوش، وهنجيب رشة القرفة بقى مع البهار، يا سلام على طعمها وجمالها. والله الريحة عندي هنا حلوة قوي، يعني النهاردة هتطلع صورة فعلا جميلة ومختلفة، يعني هتطلع فعلا صورة تليق بانها تكون عزومة. انا هحط بس، يعني هحرك الدنيا هنا بنقطتين مية، هي مش محتاجة مية عشان هي بتلو، بس انا عشان مرضتش احط التوابل الا لما ارجع لكم فبدأت تتشرب، فهديها نقطتين المية دولت عشان بس ايه التوابل تتحرك معايا، ما تبقاش حتة فيها توابل وحتة لا. انا لما لقيتها بدات تتشرب قبل ما ارجع من الفاصل طفيت عليها علشان عايزاكم تشوفوا المرحله بتاعتها ديت. يبقى احنا بعد ما شوحناها كويس بالدقيق عملنا ايه؟ حطينا كوبايه برتقال وسبناها على نار هاديه لما بدات هتتشرب، خفيناها بحبه ميه وحطينا التوابل بتاعتنا. تعالوا بقى النهارده نعمل فكره تانيه جميله اللي هي كيكه الجلاش الحادقه، هتعجبكم قوي برده وسهله وبسيطه ومش هتبذلوا فيها اي مجهود. تعالوا الاول نعمل الخلطه بتاعتها. هقول لكم مقاديري، عندي لفه جلاش وعندي ثلاث بيضات وعندي ما يوازي معلقتين كبار جبنه، يعني احنا لو هرسنا حبه الجبنه البراميلي دول او الاسطنبولي هيطلعوا لنا معلقتين كبار، يعني قولوا بتاع 50 60 جرام. عندي زيتون اسود وزيتون اخضر، بسطرمه، فلفل اخضر، كوبايتين زبادي، كوبايه ونص زيت، توابلنا هتكون ملح، فلفل، رشه قرفه. تعالوا نشوف احنا هنعمل ايه. انا هنا هحط في الخلاط او في الكبة كوباية ونص زيت، وهحط كوبايتين زبادي. لما هقول في الوصفة هنا كوبايتين زبادي المقصود بيها كوبايتين المكاييل، مش المقصود بيها الزبادي الكوبايه اللي بنشتريها، يعني كوبايتين اكيل كده نفس اللي عايرت بيها الزيت اعاير بيها الزبادي. ادي كوبايه وادي كوبايه، هما كوبايتين، هاخد اللي في الزبديه كلهم عندي هنا اكتر من رائعه. بصوا بقى الصوص اللي اتعمل فيها جميل ازاي، الصوص رائع. هحط هنا بقى، هحط رشه ملح صغيره علشان انا عندي فيه جبن وفيه زيتون، بس رشه يعني عارفين. بصوا النطره اهي، نطره انا مش عايزاها مالحه. وهحط فلفل اسود، الفلفل الاسود هيحليها. عايزين تحطوا زعتر ممكن، عايزين تحطوا بردكوش ممكن. برشه القرفه دي بقى عشان زفاره البيض، رشه قرفه عشان ما يبقاش عندنا زفاره من البيض. هجيب البيض بقى وهكسر واحده واحده وهحطها. اللحمه عندي كده يا دوبك خلاص
انا هطفي عليها، احط اول بيضه وهكسر البيضه الثانيه وهحطها، والبيضه الثالثه. كوكا قاعده بتتفرج علينا، يا ترى مجهزه للاطفال هدايا النهارده يا كوكا؟ مش عارفين، على طول كوكا مخبيه للاطفال مفاجآت، بس ساعات ايه الحلقه تعدي وتنسى تطلعهم، تطلعهم لنا بعد الحلقه. هنحط بقى الغطا وهضرب. بصوا لو كنت حطيت الجبنه في الاول كان هيحصل طرطشه جامده، فانا خدت ضربتين كده لان الجبنه عندي هنا مش سايله، جامده شويه، وهحطها واغطي كده. الزيت اختلط مع الحاجات، اقدر يعني اامن نفسي. ونشيل الغطا ونشوف بقى هنعمل الكيكه بتاعتنا ازاي، ولا هنقف نرصص جلاش ولا هنتعب نفسنا خالص. احنا كل اللي هنعمله ان احنا هنجيب صينيه بالارتفاع اللي احنا عايزينه، عايزينها عاليه هنجيب الصينيه عاليه، عايزينها مش عاليه هنجيب الصينيه مش عاليه. بس هحط نطره زيت هنا اهو كده الصينية، هدهن بس بيها الصينية، شمر عارفين اللحمة اللي احنا عملناها. البطاطس بقى ناخدها ونروح كده على النار بشوية لبن مقلبينها، يعني هتبقى حاجة ولا أروع. بصوا انا بحط بس رق كده من تحت، انا هقطعها اصلا كلها، فانا بوريكم بس ان انا هحط كده رق، رق من تحت، وهمسك الجلاش هقطعه كله كده. بصوا هفرفطه من بعض كده واقطعه. شفتوا بقى في اسهل من كده؟ ما فيش اسهل من التقطيع. وهروح واخده طبعا تقطيع، يعني اي حد بيحب يقطع اي حاجه. بصوا وهروح عامله ايه، هروح واخده جزء من الخلطه منزلاه كده، خدت جزء من الفلفل وهياخد جزء من البسطرمة، هوزعها على كل الصينية، اخلي يعني ما فيش حتة ما فيهاش، وهياخد جزء من الزيتون، يعني احط حبة كده وحبة كده، حبة هنا وحبة ايه لما نقطع حبة كمان اهو. بصوا وهروح واخده بقى، هشيل بس السكينه عشان ما تقعش، الخلطه عاملاها كده اهو. بصوا الخلطه عشان فيها زيت تخنت ازاي، هحاول اجيب من الخلطه على كله، هي هتمشي مع كله وهتندمج، يعني مش هتبقى حته وحته، هتمشي مع كله. بس وهقطع بقيه الجلاش، هو بقى هيمسك في بعضه. انا كل اللي هعمله دلوقتي انا بقطع اهو،
هروح حاطه بقيه الخضار كله، وهحط عليه بقيه الخلطه اللي في الخلاط، وهسويه بالمعلقه، وهروح مدخلاه الفرن. بصوا قطعوها وفرفطوها من بعض، هي الهدف انها تتفرفط من بعض علشان يتخللها اللبن في كل حته مع البيض، الزبادي مع البيض في كل حته، ويديها القوام بتاعها. هبدا بقى ارش بقيه حاجاتي وهوريكم اكلتنا بعد ما هتخرج من الفرن هتبقى عامله ازاي. احلى كيكه جلاش حادقه، ريحتها مش قادره اوصف لكم الجمال، ريحه البسطرمه مع الزيتون مع الفلفل، مع اني مش حاطه عليها اي نوع اجبان غير الجبنه البيضه الاسطنبولية او البراميلي اللي هي مضروبه مع الزبادي والزيت والبيض في الخلاط، بس ريحتها اكتر من رائعه. سيبوها تهدى، وعلى فكره الكيكه دي بينفع تتنقل، لو سبتوها تهدى وعايزين تفضوها بتنفع، اكتر من رائعه. واللحمه بتاعتنا ريحتها يعني مجرد ما قسمت حته كده منها حلوه حلوه. انا فرشت بقيه البطاطس، عشان كده قلت لكم البطاطس بنشيلها، زودتها حبه لبن وسخنتها على النار وفرشتها وحطيت فوقها صوص اللحمه، وبعد كده البسله، وبعد كده حطيت اللحمه مع شرايح البرتقال. اللحمة أكتر من رائعة، عزومات بعد التراويح بتبقى عزومات رايقة، عاملينها بعد ما بلنا ريقنا وهنسهر سهرة لطيفة، خصوصا لو في أجازة بعدها. أنا بسرعة هلقط لنفسي صورة وأحطها في ألبوم الذكريات، القطوا لنفسكم صورة وأحطها في الألبوم، واستنوني في يوم جديد من أيام روايح من بلدنا في رمضان مع عزومة جديدة.